مرحبا بحضراتكم مرة تاني، ولسه بنكمل حلقتنا وفقرتنا دي. هنقف شوية مع قطاع مهم والحقيقة ليه دور كبير جدا في ان هو يعني يزود من الدخل القومي لمصر، وطبعا ان هو يدخل كمان العملة الصعبة، وهو قطاع السياحة. في وقتنا الحالي احنا طول الوقت بنسمع على يعني جمال الاماكن السياحيه عندنا في مصر، وقد ايه عندنا تنوع كبير قوي في المقاصد السياحيه، ولكن بدانا كمان نشوف ان مجلات كبرى ومواقع كبرى بتحط مصر على قوائم يعني افضل 10 وجهات او افضل 50 وجهه سياحيه على مستوى العالم. فبالتالي لازم نقف شويه مع هذا الكلام ونعرف هل احنا دلوقتي لما بنتصنف في يعني القوائم دي، هل فعلا بيدخل لنا السياحه المرجوه؟ هل فعلا محققين الارقام اللي تستحقها مصر ولا لا؟ خلينا نستفيد اكتر في الموضوع ده، وبينضم لينا على التليفون الاستاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحه الاسبق. اهلا بحضرتك يا استاذ وليد. اهلا وسهلا. مساء الخير على حضرتك، وعايزين في البدايه كده نطمن من حضرتك على اوضاع السياحه في مصر في وقتنا الحالي. احنا الاوضاع دلوقتي حاليا كويسه جدا. احنا لسه كان عندنا مؤتمر المناخ اللي هو كوب 27، وده كان ليه تأثير إيجابي وهيفضل ليه تأثير إيجابي لفترة كبيرة جدا إن شاء الله. معدلات السياحة تعتبر إلى حد ما كويسة جدا. حضرتك سامعك بتقولي هل إحنا خدنا نصيبنا؟ إحنا مش واخدين نصيبنا العادل اللي هو إحنا نستحقه حقيقة، ولكن خطة الدولة دلوقتي شغالة على إنها تصلح الاوضاع دي وبسرعه، بتقدم الخدمات المرجوه وبتقدم الحاجات المرجوه اللي ينتج عنها انه يبقى فيه بعد كده سياحه بارقام وباعداد كويسه جدا، وده اللي مطلوب. كويس. ان مصر موجوده على القوائم ده حقنا الطبيعي، لانه الجرعه اللي بتقدمها مصر من ناحيه السياحه الثقافيه جرعة كبيرة جدا. الجرعة اللي مصر بتقدمها في السياحة اللي هي الترفيهية أو سياحة الشواطئ، احنا عندنا من أحسن الشواطئ اللي في العالم. حاجات كتيرة جدا، كل ده النتيجة بتاعته انه حضرتك تحصلي على كل التقارير اللي بتقول ان الناس عاوزة تيجي، والناس بتفضل انها تيجي مصر، والناس حابة انها تيجي مصر وتقضي اجازتها في مصر. لانه ما فيش تاني زي ما قلت لحضرتك، ما فيش بلد بتقدم الجو ده. طبعا عندنا تنوع كبير، ويعني زي ما قلنا مقاصد مختلفه ثقافيه علاجيه تاريخيه، وتنوع كبير كمان في الحضارات اللي مصر يعني عصرتها، وده يعني بيعتبر مفروض عنصر جاذب جدا للسياح اللي بيستهدفوا مختلف انواع السياحه. لكن لحد دلوقتي الارقام اللي احنا بنشوفها، على الرغم من ان احنا يمكن الايام دي في انتعاشه في قطاع السياحه، ولكن بالمقارنه بدول ثانيه ما تملكش اللي احنا نملكه الارقام اقل. ايه السبب يا باشمهندس او يا استاذ وليد في الموضوع ده؟ يعني المشكله فين لحد دلوقتي؟ لا، المشكله ان احنا، شوفي اقول لحضرتك على حاجه، عندنا عدد، مش مشكله واحده بقى لو عايزين نتكلم، احنا عندنا عدد من المشاكل الا وهي انه احنا وسيله الوصول الى مصر او للدول الثانيه اللي انتوا دايما بتتكلموا عنهم، الفرق بيننا وبينهم ان هم وسيله الوصول اليهم اسهل من عندنا بكتير. يعني لما نيجي نقول دول لا تمتلك، طب ما الدول لا تمتلك دي عندها حدود بريه مع الدول المجاوره ليها. طيب يعني برضه وسيله الناس توصل لك، الناس هتوصل لمصر ازاي؟ الا عن طريق الطيران، لازم يكون في طيران اللي هو منخفض التكاليف. يعني في مجموعه حاجات كتيره جدا وعوامل كتيره جدا احنا لازم لسه نشتغل عليها. الاعداد اللي موجوده حاليا في مصر اعداد كويسه جدا على فكره، ولكن النهارده عشان توصلي للارقام الكبيره فاحنا محتاجين ان احنا عندنا يبقى عدد معين من الغرف السياحيه بحجم مصر كلها.
يعني احنا دلوقتي بنتكلم في مشكله الوسيله اللي يوصل بيها السائح، وان يكون عندنا خطوط طيران مثلا مباشره مع بعض الدول المختلفه، نزود اكتر من خطوط الطيران، من الطيران اللي تكلفته بتكون اقل، يعني الشارتر وكل الكلام ده محتاجين يكون موجود عندنا في مصر. واحنا بالفعل يعني بمناسبه الكلام على خطوط الطيران، شفنا لسه تقريبا امبارح او اول امبارح كوريا الجنوبيه بتعلن ان هي خلاص هتبحث ان يكون في طيران مباشر ما بين كوريا وما بين مصر. فاحنا شايفين يمكن في حركه شويه في موضوع الطيران ومطارات جديده زي مطار سفينكس وغيره، فهل بدانا يعني نشتغل بحلول عمليه ولا لسه محتاجين يعني حلول اكتر في موضوع تحديدا يعني وسيله الوصول؟ شوفي حضرتك، الدوله مش متوقفه، الدوله فاهمه كويس قوي وضع السياحه وفاهمه اهميتها وفاهمه كويس قوي ان احنا من الدول اللي ممكن نصيبنا يبقى اكتر من اللي احنا واخدينه حاليا. علشان كده هم النهارده بيشتغلوا على انه يوفروا كل الاشياء اللي ممكن تحسن وتجود. عندنا اكتشافات وحاجات تاريخيه واثريه كل يوم كويس، دي بت 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 بتثير الغريزه عند الناس اللي عاوزه تيجي مصر، بتحب انها تيجي وتسمع اخبارنا، اخبارنا ايجابيه. ولكن ده لا يمنع ان كل شويه لازم يبقى في الناس اللي هي تضمر لينا الاشياء مش كويسه، بتبقى كل شويه يحط لك تقرير كده، كلمه كده، أيوة. الحاجات دي كلها. بس احنا فين من الوضع اللي كنا فيه مثلا من 3-4 سنين فاتت؟ احنا كان عندنا حرب مشروعه في الاجر اعلاميه من بلدين اثنين. النهارده الموضوع اتلم شويه وهدي، ولكن يعني لا يتلم الامر ان كل شويه يكون في كلمتين كده ولا كده. لما حصل الكوفيد 19 عددات السياحه في العالم كلها جت على الصفر، واحنا لما جينا نشغل او السياحه جت تشتغل تاني في العالم والناس تبدا تسافر وتيجي، مصر الحمد لله كان ليها نصيب كويس جدا، حافظت عليه بانه الناس اللي جت مصر خدت رحله سعيده، خدت رحله طيبه، روحوا اتكلموا كويس على مصر وقالوا احنا قضينا رحله كويسه. ما حضرتك ده بيجيب لك سياحه، ده بيجيب لك سياحه. احنا بنعمل الخدمات الى حد ما عماله تتحسن، في تطوير، يعني في مجهود مبذول، لازم قصاد المجهود المبذول ده يكون في مردود. الحمد لله احنا اوضاعنا الامنيه كويسه جدا، الاخبار الاقتصاديه بتاعتنا كويسه جدا، مصر من الدول المنافسه جدا جدا. لما الخواجه بيجي مصر والعمله بتاعته whatever it is يعني بيبقى بيصرفها هنا في مصر، بتديله مساحه انه يعمل شويه مشتريات ويعمل مش عارف ايه. وتاني انا زي ما بقول لحضرتك النهارده في عدد كبير جدا من الناس بيفكروا جدا يقفلوا بيوتهم، لانه بيفكروا من النواحي الاقتصاديه انه تكلفه الغاز في اوروبا الفتره الجايه هتبقى تعادل تقريبا اللي هو ممكن يجي يقعد بيه اقامه في مصر، يعني ان هو يكون في شهور الشتاء مثلا يكون موجود في مصر. طب هل احنا استغلينا النقطه دي كويس يا استاذ وليد؟ يعني هل مصر اشتغلت على وجود عروض او ان هي تروج في الدول اللي هيكون فيها ارتفاع في اسعار الطاقه وشهور الشتاء عندهم معروفه ان هي تكون برد جدا، هل استغلينا النقطه دي بشكل صحيح؟ في ناس اشتغلت عليها، في القطاع الخاص هو اللي بيشتغل. انت عارفه حضرتك احنا النهارده حتى مكاتب هيئه التنشيط تقريبا شبه مغلقه في العالم كله، يعني لا اظن ان في حاجه تذكر موجوده دلوقتي مفتوحه. انما بالنسبه للشركات الخاصه والقطاع الخاص العامل في قطاع السياحه، طبعا عدد كبير جدا سوق للموضوع ده ويشتغل عليه، لانه فرصه مش هتتكرر كتير قوي. في ناس اشتغلت عليها واشتغلت عليها كويس جدا. والواحد بيسمع انه في سياحه عاديه، غير على فكره سياحه المؤتمرات دي الناس مش قادره تفهم قد ايه هي عملت لنا حاجات كويسه. بس احنا برضو تاني زي ما بقول لحضرتك ايه، عدد الناس اللي بتتكلم وبتتدخل وساعات ما بتبقاش فاهمه.
ده اللي ساعات يعني بيبقى مؤذي شويه يعني، ده في رايي الشخصي يعني. انما الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه، على فكره انت عندك احد اكبر بيوت الازياء العالميه كمان يومين او كمان ثلاث ايام عمل العرض بتاعه هنا في مصر، ده غير اللي كان عامل في معبد حتشبسوت يعني احتفالا بمرور يعني تقريبا 50 سنة أو يعني عدد كبير من السنوات في العمل، جه برضو عمل الاحتفال عندنا في مصر. أشكرك إن أنت مهمة جدا. أيوة أنت حضرتك واضح إنك أنت مهمة جدا باللي حاصل. أيوة أيوة ده غير اللي كانوا هنا وعملوا عملوا 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 وعملوا لنا دعاية أكثر من رائعة في العالم كله على فكرة. كانت دار أزياء إيطالية، كان يعني ماركة معروفة جدا، جت احتفلت عندنا في حتشبسوت وكلنا انبهرنا بالصور طبعا والعالم كله كان بيشارك. تخيلي حضرتك بقى إن بيت الأزياء اللي جاي دلوقتي اللي هيعمل بعد بكرة ده أكبر من اللي فات كمان حوالي 150 مرة. ده هيكون فين يا أستاذ وليد؟ هيعمل الاحتفالية فين؟ يعني هيكون في كذا حته في مصر، هما بيتحركوا كويس، وهيكون في اعلانات عنه عشان بس يعني نسيب الموضوع للناس المعلنين عنه ان هم يتكلموا عليه. معلش اسمحي لي يعني. اتفضل. طبعا انما هو هيكون في كذا حته في مصر، وهيظهر كمان حاجات من الحاجات الجديده بتاعت مصر. يعني ده نوع تاني من انواع الترويج للسياحه طبعاً. المصريه طبعا، ونوع قوي جدا الحقيقه، لان هو بيستهدف طبقات معينه من المجتمع، ودول الناس بيبقوا عايزين نوع معين من الخدمه كمان المقدمه في الدول السياحيه اللي بيروحوها، فاحنا بالتالي محتاجين نشتغل باكتر من طريقه، يعني نستهدف السائح العادي والسائح اللي هو ممكن يكون بيدفع اكتر لما بيجي زيارات لمصر، فبالتالي نهيئ له كمان البيئه اللي هو بيحتاجها، فهل احنا قادرين برضو نوفر الخدمه المحتاجه يعني من فنادق وخدمه وكل الكلام ده؟ احنا محتاجين نزود الطاقه الفندقيه بتاعتنا، ولكن مصر من الدول اللي ممكن عندها زي ما بيقولوا المنيو، يعني لما الواحد بيروح مطعم فبيطلب المنيو عشان ينقي. مصر ممكن توجدي فيها يمكن 200 300 منيو او اكثر. مصر قادره انها تقدم حاجات مبهره، يعني لما يكون عندك مثلا ناس ممكن تيجي تتعشى في قصر عابدين. ايوه. كويس؟ او ينوروا لهم معبد حتشبسوت ويتعشوا في معبد حتشبسوت، ويكون في حد زي عازفه الهارف المصريه منال محي الدين، والخلفيه معبد حتشبسوت ولا معبد الاقصر ولا 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 ولا. وكان اندريا بوتشيلي في يعني الاحتفاليه الاخيره، ف يعني كبار كمان رجال الفن كانوا موجودين. ما انا بقول لحضرتك ايه، والنهارده مصر بقت من اشهر الاماكن اللي الشخصيات العالميه المشهوره عاوزه تقضي فيها الاجازه بتاعتها. الاجازه الشخصيه، أنا بتكلم على الأجازة الشخصية. المشاهير العالم النهارده بيتفقوا إن هم يكلموا بعض ويقولوا أنا كنت في مصر، أنت لازم تروح مصر، أنت لازم تقضي أجازتك في مصر، أنا عملت كذا في مصر، كلهم بيكلموا بعض، كلهم بي 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 بيتنافسوا في إظهار قد إيه هم استمتعوا. النهارده لما تيجي حضرتك تبصي على أرضية المطارات بتلاقي عدد من الطائرات الخاصة. سياحة الطائرات الخاصة دي أو أصحاب أو من يمتلكون الطائرات الخاصة ويقدروا يجوا بلد زي مصر ويعملوا فيها رحلات خاصة بيهم، ده علامة طيبة جدا وعلامة كويسة جدا، وأكبر دليل إنه في تضافر في الجهود ما بين القطاع الخاص والقطاع الدولة. ولكن صحيح. كمان مطلوب إنه نوفر كل يعني نزيل العقبات. طيب أستاذ وليد، يعني نقطة مهمة برضو لازم نشير ليها، إن إحنا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية يمكن فقدنا سياح كانوا بيشكلوا النسبة الأكبر من السياح اللي بيجوا مصر. اتعاملنا إزاي مع الأزمة دي، أزمة يعني غياب السياحة الروسية الأوكرانية عن مصر؟ هل قدرنا نخلق يعني سياحة بديلة، ولا تصرفنا إزاي مع الموضوع ده؟ لا هو شوفي، أنا أقول لحضرتك على حاجة. طبعا من جهه انه كان في اعداد كتيره احنا يعني او حصه خسرناها من هذه الدول، ايوه بس العالم كله تاني. يعني انا برضه دايما بحب اقول العالم كله، ما هياش مصر فقط، السياحه في العالم كله اتاثرت
بعد الأحداث روسيا وأوكرانيا. ولكن احنا كان عندنا عدد من الأسواق الجديدة. يعني مثلا أنت حاجة تقولي كوريا الجنوبية كخبر، بتقولي كوريا الجنوبية بتقول أنا حدي سياحة لمصر بعدد. لا، أنا عاوز أقول لحضرتك على حاجة. كوريا قادرة على أنها تصدر لمصر من 3-4 مليون سائح في السنة من كوريا الجنوبية فقط، كويس؟ لأن هم متعطشين أن هم يجوا مصر. نتمنى طبعا الأرقام بقى دي نشوفها عندنا في مصر الفترة اللي جاية. وأخيرا يا أستاذ وليد، في نقاط كده لو تقول لنا يعني قائمة بأهم الملفات اللي محتاجين نشتغل عليها، قول لنا كده النقاط الأخيرة. لازم يكون عندنا اهتمام بالأكل، جودة الأكل، جودة الأكل في مصر ما يبقاش فيها هزار. تمام. يعني ولازم يكون في محاسبة للناس اللي ساعات بتخش تستظرف وتكتب كلام انه ده المحل ده بيعمل اكل لحم كذا وده بيعمل كذا، كلام ده ما فيهوش هزار ولا مجال للدعابه ولا مجال لاطلاق الشائعات. واللي يعمل حاجه زي دي لازم يتحاسب حساب الملكين على طول، لانه ده اقتصاد دوله. ده بيوصل للسائح فبيأثر على ان هو يجي مصر. طبعا 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 طبعا، وده مهم جدا. سياحه الاكل ونهتم بيها. الخدمات العامة اللي هي انه نوفر للسائح وللخواجة الاجنبي الخدمات، ان هو لما يجي في مكان يلاقي مطعم كويس، يلاقي حمام كويس، يلاقي يعني مدخل كويس، يلاقي الخدمات العامة اللي هي يعني ما اعرفش، مش قادر اقول انه ما حدش بيتكلم فيها بره، لانها ده شيء طبيعي. ايه اللي فيه كيمياء انه انا اوصل مكان الاقي حمام كويس، الاقي مدخل كويس، الاقي خدمة انترنت؟ ليه يعني وزارة السياحة والآثار مشكورة، كان زمان لازم تقطع تذكرة للتصوير في المناطق الأثرية. لما الوزارة فهمت كويس قوي ان قد ايه المردود بتاع ان الخواجه يصور ويبعت صوره في التوالي اللحظه على وسائل التواصل الاجتماعي الى اهله ومعارفه واصدقائه، قد ايه ان دي بتجيب لنا سياحه وقد ايه ان دي بتدي اثر طيب. فلغوا قصه التذكره اللي موجوده على الكاميرا، ولغوا انه لا صور. يعني أدق التفاصيل بتفرق من الأكل، من المعاملة للسائح، وكمان بخلاف النقاط المهمة ليها علاقة بالطيران وتسهيلات الانتقال داخل مصر أو إلى مصر. وكمان يعني اتكلمنا على الاهتمام بالأماكن السياحية نفسها. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحة الأسبق. ودي كانت وقفتنا مشاهدينا مع قطاع السياحة، وهو قطاع مهم وشايفين يمكن انتعاش الفترة الحالية، ولكن نتمنى الأرقام فعلا تزيد أكتر خلال الفترة اللي جاية. بعد الفاصل هيكون عندنا وقفة مع ملف آخر وموضوع آخر، وهو الفاتورة الإلكترونية. بعد ما تم الإعلان رسميا أن من شهر 4 في 2023 هيكون التعامل الرسمي بالفاتورة الإلكترونية، كل التفاصيل هتكون معانا بعد الفاصل، استنونا.